يا مساء الروقان، فيلمنا بيحكي عن سجل تاريخي لحياة تيمي كمحقق، وهي برضه سجلات سرية جدا، بس هو وافق يسجلها توثيقا لخبرته الثمينة لأي شخص عاوز يبقى محقق. ده المكان اللي بيعيش فيه في شمال بورتلاند في ظل برج الماء، واسمه تيمي فيلير، وهو مهتم بحاجة واحدة بس وهي العظمة، وهو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لوكالة التحقق الخاصة بيه، وهي أفضل وكالة في البلدة أو ربما في العالم. ده بقى توتال دب قطبي وشريك تيمي في الوكالة، وهو موجود معاه بسبب ان بيئته القطبية بتذوب، علشان كده تجول للطعام بداية من البحر والبر لحد ما وصل لبيت تيمي وعجبته الحبوب اللي قدمها له، وعدل تيمي الرخصة الرسمية للوكالة وضاف ليها توتال، وبيتحرك في المدينة بعربية امه اللي كسبتها من الكنيسة، واللي تعتبر اهم واحسن حاجة امه بتحبها، علشان كده قالت له انه ابدا ابدا انه يركبها، بس هو ما فهمش هيركبها امتى برضه، فقرر انه يركبها وخلاص. وبيقول ان المدينة مأبوءة بالفساد والروس اللي دايما شايف انهم جواسيس وعاوزين يوقعوا وكالته، وبيروح لصديقه غونر واللي بيعرف ان شنطته ضاعت، وهو علشان محقق وعنده وكالة ومكتب هيساعده، وبيدخل اوضته علشان يجمع معلومات، وبعدها بيدخل اوضة اخوه واللي الشنطة بتكون موجودة عنده، بس تيمي مش بياخد باله وبيكون لابس سكارف احمر علشان يبقى مميز، لان امه قالت له ان الطبيعي للناس الطبيعية. وبيكون تيمي مع امه في مطعم بياكله، وبيقول لامه انه عاوز يفتح مكتب في المدينة جديد، بس هي بتقنعه انه يخليه في مقره الرئيسي ويكبره افضل. بيعجبه كلامها وبيسجل ملاحظة انه يبقى يوظف امه في موقع التخطيط العالمي، ولما الجرسونة بتيجي بيقول لها انه عاوز قوائم العقارات، بس امه بتقول لها انه بيهزر، وبيبقى في دماغه لما يحل قضية غونر يكسب مليارات ويفتح مكتب كبير. وبيكون هو والدب بتاعه بره المدرسة، وبيقول له انه هيدخل علشان يشوف البصمات او خصلات الشعر كأدلة، وبيدخل الفصل متأخر وبيقول له مستر كوركوس انه جه الدور عليه علشان ياخد الهامستر وانه يعتني بيه، بس هو بيقول انه مش فاضي، قال له لازم ياخده او هيتعاقب بالحجز. فبيتخيل تيمي انه دخل السجن مع واحد قاتل بسبب انه ما خدش باله من الهامستر، وبيرجع يوافق وبيقول على اصحابه انهم صعبين جدا، ومنهم مولي موسكنز اللي بتبتسم كتير وريحتها زي اليوسفي، وصديقه رولو اللي كان واحد من عملاء الوكاله، ودي واحده مش هيتكلم عنها ومسميها لا احد، علشان كده محطوط على وشها شريط اسود. ولما بيجي اختبار مفاجئ ليهم ما بيكونش تيمي مهتم، وبيرسم في ورقه الاجابه وبيقول لمولي ان مش مخوفات درجات، ولما بتساله ايه هي مخاوفه بيقول لها مش عارف يتعامل مع لا احد، وبيطرده مستر كروكس من الفصل. وفي استراحه المدرسه بيقعد جنب السياج علشان يبقى قريب من الدب بتاعه، ويتكلموا عن الوكاله علشان محدش يسمعهم، وبتيجي ام تيمي علشان مشاكله في المدرسه، وبتطلب منه يعتذر، بس هو مش بيعتذر وبيكمل رسم في ورقه الاجابه بتاعته، وبيفضل متخيل ان الدب بتاعه هو اللي بيوقع الحاجه من البيت مش هو، وبيقول عليه انه موظف سيء، وبيروح لصديقته ماكسن علشان ياخد منها الهامستر ويسيب عربيه امه بره، وبيطلب من الدب ياخد باله منها، بس بيلاقي الهامستر ميت وبيشك انها جريمه قتل، وبياخد الجثه في صندوق علشان يعمل لها تشريح، ويفتح كمان تحقيق عن سبب موته. ولما بيخرج مش بيلاقي العربيه بتاعته، وبيفضل يزعق للدب انه مش شايف شغله، وبيروح لصديقه رولو بس مش بيلاقيه في البيت، وامه بتقول انه بيلعب مبارزه، وبيروح تيمي يشوفه ويقول انه هيبقى قاتل ولازم ياخد باله منه بعد كده، وبيعمل صفقه مع رولو انه هيساعده انه يلاقي العربيه مقابل ان تيمي يذاكر علشان درجاتهم، وبيشك ان اللي سرق العربيه هم الروس، وبيروح لفولو علشان عاوز ياخد منها اي معلومات عن الروس، لكن هي قالت له ان عندها روايات روسيه، بس هو طلب منها معلومات عن جواسيس روس حقيقيين، فقالت له انها مش هتعرف تساعده، وبتكون مولي موجوده وتقول له انها عارفه روس واحد كانت تعرفه ومات، وكورينا صديقتهم في الفصل اللي هي لا احد. ودلوقتي اعرفكم على كورينا، وهي عيله روسيه من وجهه نظر تيمي، وبيكون في البيت وامه بتكون مديه موعد على العشاء مع رجل المرور اللي عمل لهم مخالفه قبل كده بس لغاها، وبيقول على تيمي ان تحصيله الدراسي سيء وكمان فاسد، وبيعامله تيمي بطريقه رخمه، وبيتعشوا سوا، وقال له انه مش بيتعامل مع الشرطه لانهم فاسدين، وبيروح تيمي للمدير وبيقول له انه بيعمل مشاكل في الفصل ومش بيعمل واجباته، وبكده هينقص درجات كتير وهو محتاجها علشان المستوى المتوسط، بس هو بيقول له انه مش بيهتم بالدرجات وانه عنده مكتب تحقيق عاوز يكبره، ولما قال له كلمني عنه مرضيش لانه خايف انه يكون في اجهزه تصنت من الروس، بس المدير بياكد له ان مفيش اي اجهزه تصنت، وبيقول له ان الروس عاوزين يخربوا الوكاله بتاعته. وبيروح تيمي مع رولو لبيت كورينا واللي بيبقى بيت فخم جدا، فبيقول تيمي ان الجريمه مربحه وان الروس جواسيس علشان كده معاهم فلوس كتير، وبتشوفهم كورينا وبتسالهم بيعملوا ايه، قالوا لها انهم واقفين في الشارع
الرئيسي وبيشوف ابوها واللي بيكون شغال في مصرف، وبيقول تيمي انه اكيد مخبي العربيه هناك وانهم لازم يقتحموا المصرف وياخدوا العربيه. وبتكتشف امه ان العربيه مش موجوده، بس هو بيكذب عليها وبيقول لها انه اداها لزميلته مولي علشان سباق امها. قالت له انها عاوزاها بعد السباق وانها هتكلم ام مولي، وبيروح تيمي المولي بسرعه ويعمل معاها اتفاق انها تقول لامها انها اخدت العربيه، وبتقول له مولي مقابل انه يشترك في يوم وعي الحيوانات، ويحط لها مانيكير وهي تحط له، وبيضطر يوافق. وبعدها بيروح مع رولو المصرف علشان يرجعوا العربيه، بس الخطه بتفشل وبيهربوا بسرعه. والمدير بيقول لتيمي انه عاوز منه حاله في وكالته وانه يجيب له معلومات عن اللي بيحصل في فصل مستر كروكس، واولها واجباته المدرسيه، وبيقول له تيمي انها هتبقى مكلفه وبيوافق. وبيكون تيمي في المدرسه علشان مجموعات وعي الحيوانات، وبيتقسموا الحيوانات بريه وبحريه، بس تيمي مش بيكون في مجموعه لانه ضد سياسه الدببه واللي مش بتفهم فلو منه حاجه. وكريستين اللي بيحاول يغير سمعه رجال المرور السيئه، وبيوصل تيمي من المدرسه للبيت، بس تيمي بيقول له انه خاطفه، بس كريستين بيقول له لا وانه يقدر ينزل في اي وقت، وبينزل تيمي ويجري بسرعه. وبعدها امه بتيجي تقول له انهم هينقلوا سكنهم علشان الايجار بقى غالي، بس هو بيرفض ويزعق علشان وكالته اللي هتبوظ لما يغير مكانها، وبيسجل ملاحظه انه مش هيوظف امه لانها مش كفر. وبتكون المدرسه طالعه رحله لسد بونيفل، وبيقول مستر كوركس لتيمي انه لو عمل اي حاجه غلط هيتفصل. وفي الرحله بتسال كورينا عن الامن في السد، وبيتخيل تيمي ان الروس عاوزين يوقفوا الكهرباء عن البلد وتعيش في ظلام، وبيروح لصديقه رولو علشان ينقذوا السفينه، وانه يشغل انتباه مستر كوركس على ما هو ينقذ البلده. وبيجري تيمي ناحيه فتحات السد وبيشوفه مستر كوركس وبيجري وراه لحد ما يخرجوا على طرف السد، وبتكون في نفس الوقت فتحات السد هتخرج الميه، وبينزلوا على الارض علشان ما يموتوش، بس الميه بتكون بعيده عنهم ومش بيحصل لهم حاجه. وبيتفصل تيمي 3 ايام، وبتضطر امه تقعد معاه وتاخد بالها منه، وده اللي بيخليها تتفصل من شغلها بسببه. وبيقول لها تيمي انه هيديها 10 اضعاف اللي بتاخده لما وكالته تكبر، بس هي بتتعصب وترمي كل حاجات الوكاله في الزباله، وبتقول له ان من النهارده يعيش طبيعي ويركز في مدرسته وبس، وبينقله لبيت جديد. ولما بيرجع المدرسه بيعرف ان مستر كوركوس مشي وانه خد اجازه ومش هيجي تاني بسبب اللي حصل يوم السد. وبعدها اضطر تيمي انه يفصل توتال ويوديه حديقه الحيوان، وبترجع حياته طبيعيه وبيعمل واجباته المدرسيه، وبياخد من كورينا كعكه ويقعد بيها عند السور. وبيجي له المدير وبيساله عن خطته، بس بيقول له انت مش زيهم، انت مختلف ولازم العقبات اللي تقف قدامك تتعلم منها وتتكيف معاها. وبعدها بيكتشف جهاز تصنط في الكعكه وبيصرخ فيها وبيقول ان الروس مش هيتغيروا، وبيقرر يرجع الدب بتاعه تاني. وبيروح لكريستن وبيقول له انه يدخله حديقه الحيوان، لكن لما بيروحوا بيعرفوا ان الدببه اتنقلت علشان التصليحات، بس تيمي بيدخل مكان الدببه وبيلاقي توتال وبيحرره، وبيركب مع كريستن، وهم ماشيين بيلاقوا حرامي سرق شنطه من واحده، وبيروحوا وراه وبيضربوا بعض. وبيفكر تيمي انه يساعد وبيشغل العربيه، لكن ما بيعرفش يوقفها ويدخل بيها بيت مستر كوركوس، لكن بيرجع في كلامه ويسيب الشرطه تقوم بشغلها، وبتطلب منه واحده انه يفتح ليها الطريق، وبيعديها ويخبط العربيه في العمود، وبيروح المستشفى لكن مش بيحصل له حاجه. وبعدها بيروح حفل وعي الحيوانات وهو راكب عربيه امه اللي بيلاقيها ان كريستن خدها لما وقف مخالف على الطريق، وبيبقى معاه الدب بتاعه وبيتكلم عن سياسه الدببه وانها مش عداله، وانه جه الوقت للانتقال للمدرسه المتوسطه، وكان بيتمنى ان مستر كوركوس يبقى موجود في الحفل، لكن بيبقى مستر كوركوس مستخبي فوق برج الميه. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيلم. الفيلم ده كتبه احمد جلال وسجله احمد اشرف اللي هو انا يعني، ومنتجه هشام صلاح. لو عجبك الفيلم ده بقى ما تنساش تعمل فولو لصفحه فيلم في السهره، وتعمل فولو لصفحه فيلم في السهره هنا برضو، وتعمل لايك وكومنت على الفيديو ده، وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زرار الجرس علشان يصلك كل جديد. وبس كده، سلام.